حاسس حالك مالل، حاسس حالك ضجران، حاسس انك مو طايق تشوف حدا ولا حدا يشوفك، حابب هيك انك تقعد مع حالك وحالك مو طايق يقعد معك. وين بدك تروح؟ في قدامك ألف طريق بس ولا واحد من بيناتهم بيوصلك للي انت بدك اياه. بتحس بشعور ما بتعرف شو هو، ما بتعرف شو بدك رغم انك بتعرف شو بدك. حاسس جواتك بنقص وفراغ كبير، حاسس حالك بحاجة شخص ما بتعرفه، لأنه أغلب اللي عرفتهم بحياتك تركوا فيك فراغ ونقص أكبر. قلبك فاضي، مهجور، مكسور، ما حدا ساكن فيه. أغلب اللي إجوا على قلبك كانوا عم يجوا زيارات، عابرين سبيل، ضيوف، مستأجرين، ما كان بيهمون قلبك. كانوا يفوتوا على قلبك يحرقوه ويكسروه ويهدموا كل شي فيه ويحملوا حالهم ويروحوا. وانت بدك مين يشتري قلبك، يدير باله عليه، يهتم فيه، يقفل الباب ويزت المفتاح بعيد ويسكره بوش الكل ويفوت يخفى لآخر العمر. شو فائدة البيت اذا كان فاضي؟ وشو فائدة قلبي إذا ما كنت أنت فيه؟ أنت رحت خلاص، مين أنت لا تسأل، أنت وغيرك وكل اللي سكن بقلبي قبلك كلكم رحتوا. بصحكم بيوم للأيام تحنوا ولذكرياتكم بقلبي ببيتكم، لأنه ذكرياتكم مجرد أوجاع بالنسبة لي. ما بعرف شو بدي لكم، اللي بعرفه شي واحد، انه هالقلب ما راح يضل فاضي. هالقلب الا ما يجي حدا يستقر فيه، الا ما يجي حدا يشتريه وباغلى ثمن، الا ما يجي حدا يقدره، وراح يكون هالبيت جنة لإله. صار لازم اصحى لحالي، صار لازم اعرف قيمة حالي، وصار لازم على حالي اوعى. صار لازم ع حالي اوعى واتطلع قدامي، دقات القلب الموجوعة تعبت.